مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في نشرة الأخبار المحلية نقدمها لكم من قناة الظفرة لهذا اليوم، فأهلا بكم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماعا رئيسيا لمجلس الوزراء، شهد خلاله اعتماد مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في المجالات كافة والقطاعات الحيوية في الدولة، من بينها توزيع عوائد ضريبية أو ضريبة القيمة المضافة، بحيث تذهب النسبة الأعظم منها للحكومات المحلية بغية المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المباشرة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين. كما شهد الاجتماع اعتماد استراتيجية الأمن المائي، إضافة إلى تعيين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولى جلسات مجلس الوزراء في العام الجديد بالتنويه بأهمية اختيار العام 2018 في دولة الإمارات ليكون عام زايد، مؤكدا سموه أن ما حققته دولتنا من نجاحات وإنجازات وضعتها على خريطة العالم جاء نتيجة للرؤية الحكيمة لزايد الأب والقائد باني نهضة الإمارات الحديثة. وشهدت الجلسة التي انعقدت في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اعتماد مجموعة من القرارات والخطط الرئيسية. كما وناقش المجلس عددا من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين محمد بن كردوس العامري، وذلك بمنزله في منطقة الخالدية بمدينة العين. ورحب محمد بن كردوس العامري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، معربا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة. وتبادل الجميع الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن وحرصها على التواصل والالتقاء بهم في نهج أصيل ومتواصل منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، داعين الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأن ينعم على وطننا الغالي بالخير والأمن والأمان. رافق سموهما خلال الزيارة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، وقام محمد بن كردوس العامري مأدبة غداء تكريما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان. تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم عددا من المشاريع الحيوية وشبكات الطرق والبنية التحتية في منطقة شيص، واستقبل سموه لدى وصوله إلى منطقة شيص بالحفاوة والترحيب، حيث استقبل من أهالي المنطقة مثمنين حرص سموه على تفقده أحوال المواطنين والمتابعة الشخصية للمشاريع التنموية والخدمية بالمنطقة. كما استمع سموه إلى تقرير مفصل حول سير العمل في مشروع طريق الشارقة خورفكان، وتفقد سير العمل في الأنفاق المؤدية إلى منطقة شيص، وقد بلغت نسبة الإنجاز 90% في مشروع نفق الغريز أو الغزير الممتد بطول 860 مترا، إضافة إلى نفق روغ والذي يبلغ طوله 1300 متر. هذا ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة المسؤولين والقائمين على المشروع بأهمية مراعاة سلامة مرتادي الطرق وضرورة توفير وسائل الأمان والسلامة والراحة كافة على جوانب الطريق الجبلي، بالإضافة إلى توفير سياج آمن للسيارات والمشاة وتهيئة ممرات مياه الأمطار الطبيعية ومجاري الأودية، بجانب رفد الطريق بالخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وغيرها. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن تقدم جميع مراكز خدمة أو تقدم جميع مراكز خدمة المتعاملين في مختلف مناطق إمارة دبي ذات المستوى
المتميز من الخدمات. جاء ذلك لدى إزاحة سموه الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز إدارة مراقبة الجوازات في منفذ حتى البري التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ضمن المجموعة الثانية من مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي التي تم تقييمها وفق نظام النجوم العالمي المطبق في حكومة دولة الإمارات. يرافقه سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث كان في استقبال سموه اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة دبي. وقال سمو ولي عهد دبي: سعادة المتعاملين هي المحفز لمزيد من التطور والتقدم في مسيرة الخدمات الحكومية وركيزة أساسية لضمان انسياق مسارات لتلك الخدمات مع تطلعات وطموحات القيادة وأفراد المجتمع في بناء منظومة إدارة مثلى للارتقاء بالخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين إجراءاتها والوصول بخدمة المتعاملين إلى مستويات جديدة تتخطى الخدمة المتوقعة وتقدمها بطرق مبتكرة وإبداعية. كما وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لدى اطلاعه على سير العمل في مركز إدارة مراقبة الجوازات في منفذ حتى البري، حيث قال: نطمح إلى تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والمتعاملين وترسيخ مفهوم السعادة كقيمة أساسية في المجتمع وتقديم خدمات حكومية متفوقة ومبتكرة والوصول بمراكز سعادة المتعاملين إلى أفضل المستويات العالمية، بما يحقق تجربة استثنائية للمتعاملين عبر جميع قنوات تقديم الخدمة. كما وأشاد سموه بأداء العاملين في المركز ما أسهم في حصوله على تصنيف الخمس نجوم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهودهم وعملهم كفريق واحد وإصرارهم على التميز وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قائد ملهم ومدرسة متفردة عالميا، أهم مفرداتها الابتكار والتميز والإبداع وتوليد الأفكار الجديدة والاهتمام ببناء القيادات وخاصة قيادات المستقبل في الجهات الحكومية، مما جعل دولة الإمارات رقما صعبا في الإدارة في جميع المجالات وعلى المستوى العالمي. وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب رؤية ثاقبة من خلال العديد من المبادرات والأفكار التي شكلت نموذجا للبناء والتنمية، رؤية حاكت الواقع واستشرفت المستقبل وارتكزت على قاعدة تحقيق النجاح والتميز المستمر في العمل. لهذا وجب علينا شكر سموه، شكرا رمز التميز والإبداع، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على كل ما قدمتموه من دعم ومبادرات لإسعاد شعب دولة الإمارات. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة في العاصمة أبو ظبي معالي ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الشقيقة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتعاون المشترك القائم بين البلدين وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تجسد نموذجا رائدا لمبادئ التآخي بين الأديان في إطار من الاحترام المتبادل والتعايش الخلاق لما فيه مصلحة الجميع. جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام في كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس المصريين في العاصمة أبو ظبي الليلة الماضية، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى وفد الهيئة وسعادة وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وأعضاء السفارة ورؤساء وأعضاء الطوائف المسيحية وراعي الكاتدرائية القس أبرام فاروق وعدد من علماء الدين المسلمين وأبناء الجالية المصرية المقيمة في الدولة. هذا وهنأ معاليه الجميع بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
بدأت إدارات الجنسية في الدولة تسليم ذوي المواليد الجدد تذكار أمنتك بلادك، المقدم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي بادرة تتضمن تذكار رمزي لعيال زايد الجدد ورسالة تحتوي على القيم النبيلة التي غرسها زايد في نفوس أبنائه المواطنين. ويعكس التذكار النهج والروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء الوطن، ويقدم للمواليد المواطنين لعام 2018 من حاملي خلاصة القيد، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استخراج جواز السفر. وقال العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية إن هذا التذكار الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحمل رسائل مهمة مثل القيم الأصيلة والمعاني السامية التي زرعها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في هذه الأرض الطيبة، والتي ستكون نبراسا وطريقا للأجيال القادمة، إضافة إلى ما تحويه من معنى للتواصل المعنوي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كما وأضاف أن التذكار هو عبارة عن صندوق يحتوي على رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمواليد الجدد من المواطنين سواء داخل الدولة أو خارجها لعام 2018، وميدالية تحمل صورة المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وقال إن هذا التذكار يمنح أو يسلم شخصيا إلى الشخص المخول باستلام جواز سفر المولود الجديد وفي أي فرع من الفروع التابعة للإدارة والتي تقدم خدمة لتسليم هذا الجواز. اعتمدت لجنة شؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها اليوم بمقر الأمانة العامة في دبي تقرير توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي 16، والتي عقدت بتاريخ 6 ديسمبر من عام 2017 المنصرم. حضر الاجتماع الذي ترأسه سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة أعضاء اللجنة، سعادة كل من عز سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وعلياء سليمان الجاسم، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشد اليتيم، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم عيل الشحي. استضافت العاصمة أبو ظبي اليوم مؤتمرا دوليا بعنوان الرابطة الجديدة الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية، والتي ينظمه المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية وسط مشاركة عربية ودولية واسعة، وذلك في فندق جميرة أبراج الاتحاد، وشارك فيه 22 متحدثا ومتحدثة من الخبراء المتخصصين من مختلف دول العالم. الزميلة شيماء الشمري والتفاصيل في سياق التقرير التالي. انطلقت صباح اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الرابطة الجديدة الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية، حيث انتظم وصول الوفود الدولية المشاركة بالمؤتمر الذي نظمه المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بفندق جميرة أبراج الاتحاد. وأوضح الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بأن المؤتمر يهدف إلى دراسة طبيعة العلاقات الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية والعلاقات المتبادلة بينها. بدأنا المعهد طبعا من سنة 2010، بدأنا في عمل لقاءات وفي نفس الوقت مؤتمرات وندوات، وهذا طبعا المؤتمر الأول المؤتمر الدولي، واللي يشمل فيه طبعا مجموعة من الخبراء، مجموعة من الأكاديميين، مجموعة من المفكرين اللي يثرون النقاش حول الرابطة الثلاثية الجديدة، ولأول مرة يمكن يعقد في المسمى يعني المؤتمر بهذا المسمى حول الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية، وهناك رابط كبير الحقيقة بينها وبين الثلاثية. عندما نعتمد الدولة الرقمية خاصة في المرحلة القادمة لتوجهات وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، أنا أعتقد أن هناك يكون في نوع من التحديات تواجه الأمن وتواجه الدبلوماسيين. وبحث المؤتمر الذي شارك فيه متحدثون وخبراء متخصصون من مختلف دول العالم وبمشاركة إماراتية متميزة التغيرات المطلوب إعدادها عند تنفيذ الدبلوماسية في البيئة الدولية المتحولة. I am visiting
UAE and I'm very happy to be at this conference in Abu Dhabi because I think it plays a very important role in establishing our roles as human beings. It doesn't matter where we come from, but what is more important, it reminds us of being a good human being. I think UAE is a very important area because it has more than 120 nationalities and we all live in harmony and in peace in the UAE. We all speak different languages, but at the same time, we are in a position to understand each other. وأكد المؤتمر على الدور الهام الذي يلعبه المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، حيث أنه نظم سلسلة من المؤتمرات الدبلوماسية والتي استكشفت وتوقعت الأنماط الناشئة في الدبلوماسية في القرن 21، حيث شكل كل موضوع تحدياً وبعيد المدى، وأعطى المشاركين فرصة للتواصل ولتبادل الأفكار والخبرات. وقد اجتذبت هذه المؤتمرات كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء البعثات الدبلوماسية وصناع القرار من جميع أنحاء العالم. واختتم المؤتمر جلساته بمناقشة المتحدثين والمشاركين بأسئلة الرئيسة قدموا تقييماً نقدياً لها، حيث تبحث الأسئلة في التعرف على أسباب استمرار تدفق الجزء الأكبر من موارد السياسة الدولية الشحيحة إلى إدارات الدفاع بدلاً من الخدمات الدبلوماسية أو الوكالة الإنمائية، ومعرفة الاتجاهات والأنماط الناشئة في الأمن المحلي والدولي، وكيفية التصدي للتحديات التي تواجه ظهور الدولة الرقمية. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستنعقد بدورتها الرابعة في 30 و31 من أكتوبر المقبل، وستركز القمة التي ستقام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي على آليات تعزيز التواصل بين صناع القرار والمستثمرين والمعنيين بالاقتصاد الإسلامي عبر القطاعات والأسواق والمناطق الجغرافية كافة. وستوفر الدورة الرابعة منصة لجمع العقول المبدعة وطرح الأفكار المبتكرة لتحفيز النمو عبر القطاعات وموائمة متطلبات العاملين في هذا القطاع مع السياسات والتشريعات الناظمة لها من أجل تسريع النمو. وستطرح القمة في العام 2018 كيفية استفادة الشركات التقليدية من التكنولوجيا للتواصل مع المستهلكين بشكل جديد، وهو ما يعزز التنافسية التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة مع الثورة الصناعية الرابعة لترسم ملامح جديدة لشركات المستقبل. أطلقت وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها، وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في إمارات الدولة، وبهدف تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في دبي بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصادية، وسعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بحماية المستهلك في مختلف إمارات الدولة. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الإجراءات الخاصة بحماية حقوق المستهلكين والحد من استغلال البعض للأعمال الضريبية أو أعمال ضريبة القيمة المضافة لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والخدمات. أكد سعادة محمد جميل الرمحي رئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر أن الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 تتميز بخصوصية لكونها تقام في عام زايد، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على إطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل، والتي تم تأسيسها تكريما لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتكريسا لرؤيته في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، وبهدف إلهام الجيل القادم من المبدعين العالميين لتقديم حلول مبتكرة لطاقة المستقبل. تتشرف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر باستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يقام برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
وتنطلق فعاليات الأسبوع في 13 يناير. ويعد أسبوع أبو ظبي للاستدامة أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم، ويهدف إلى تعزيز فهم لأبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي توجه مسار التنمية العالمية المستدامة، والتي تهدف أيضاً إلى تمكين المجتمع العالمي من إدراك أهمية الاستراتيجيات القابلة للتطبيق في الحد من التغيرات المناخية. وتتميز دورة هذا العام من أسبوع أبوظبي الاستدامة بخصوصية، فهي تقام في عام زايد وتتزامن مع مرور 10 سنوات على إطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل، التي تم تأسيسها تكريما لإرث المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتكريسا لرؤيته في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة بهدف إلهام الجيل القادم من المبدعين لتقديم حلول مبتكرة لطاقة المستقبل. وستركز دورة العام على دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز مشاركة الشباب الذين يشكلون العنصر الأساس في استمرارية مسيرة التقدم، وضمان تزويدهم بالأدوات اللازمة للحفاظ على زخم هذه المسيرة ومواصلة نهج الإنجاز، مستلهمين بالرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة. ويسرني أن أعلن بأن شركة مصدر ستغتنم فرصة انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة للإعلان على توقيع اتفاقيات مع عدة جهات ودول تشمل المساهمة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب العمل على مشاريع تعتمد تقنيات جديدة سيتم الإعلان عنها إن شاء الله في موعدها خلال الأسبوع. وشكرا. ولا نزال في الشأن الاقتصادي، وهذه نظرة سريعة على إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية في ختام تعاملاتها لهذا اليوم. وإلى درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات ليوم غد بمشيئة الله تعالى. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام نشرة الأخبار، قدمناها لكم عبر شاشة قناة الظفرة. نشكر لكم كرم وطيب المتابعة، إلى أن نلتقي بكم، لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل التحيات، وفي أمان الله.